بقول للستات اللي بيشوفونا، قدري نفسك، شوفي نفسك صح، وشوفي نفسك في القدر اللي لازم الناس تشوفك فيه. هتكون معانا ضيفتنا العزيزة اللي أنا مبسوطة بيها جدا، أسماء مراد، استشاري العلاقات الزوجية ومدربة أنوثة. إزاي بقى مدربة أنوثة؟ أنا سعيدة إني معاك يا زوزو، أنت مثال للأنوثة ما شاء الله. ربنا يخليكي. إحنا بالنسبة لنا الكلمة دي كلمة، هو أنا إزاي هبقى حلوة؟ هو أنا إزاي هبقى لابسة لبس مش عارفة أعمل إزاي؟ لكن أنت ليكي فكر مختلف ونظرة مختلفة للستات. أيوه، هما الناس خدوا كلمة مدربة أنوثة في الأول باستهجان، يعني إيه أنت بتتهمينا كده إن إحنا مفيش عندنا أنوثة؟ أنوثة بالظبط. أنا قلت لهم لا طبعًا، أنا مش دي مش تهمة قد ما هي تعديل سلوك للستات والبنات. تنمية بشرية وتنمية ذات للستات والبنات. إحنا النهاردة كنا بنتكلم على الحب. أيوة. وإزاي كل واحدة فينا بتتمنى فتى الأحلام. أيوة. والحصان الأبيض، وفي الآخر الواقع بنلاقي حاجة تانية خالص. طبعا جايب توك توك فيش الحصان الأبيض ده مش موجود. أقولك على حاجة، أول مدربة أنوثة دايما أقول للست هي مامتها. مامتها هي اللي بتعلمها. ليه أنا بقوم بالدور ده دلوقتي؟ عشان الأم في تربية البنت ونشأتها ما عودتهاش على التعبير عن أنوثتها بالطريقة الصح. ممكن تقول لها هي طفلة، أمي رقصي في فرح فلان، بنسمع ده كتير. لكن تقديرها هي لذاتها بتخوفها من أنوثتها، بتخوفها من نفسها. لو البنت بفطرتها عملت حركة أنثوية طبيعية فطرية، تقول لها إيه ده بس يا بنت، عيب. إحنا عايزين نعلمها العيب والصح والغلط والحلال والحرام، بس أنت كبتيها لا شعوريا، لأن مامتك بالتالي كبتتك وجدتك كبتت مامتك. ده حقيقي، ده تاريخ أنثى. إحنا بنمنع أولادنا ما تقفيش قدام المراية. أيوة. بس أنت بتعملي إيه؟ ده حقيقي. وما تلبسيش لبس مفتوح قدام بابا وأخوكي. وما تعمليش وما تعمليش. تيجي البنت لما تيجي تتجوز أو توصل سن المراهقة، هي عايزة كل ده تفجره مكبوت جواها. تبتدي فرحانة بالجواز عشان هي هتلبس لبس ستان وشيفون. ده حقيقي. أيوة، فرحانة إن هي هتبقى براحتها، فرحانة إن يبقى ليها مملكتها. كل ده بسبب نشأتها في الطفولة. وحاجة كمان، نسبة الطلاق العالية قوي أو العلاقات الفاشلة كتير بسبب الكبت ده، كبت مشاعر، كبت أنوثة، كبت حاجات كتير. تيجي أول ما تتعرف على الشاب، هي مش حابة الشاب نفسه، هي حابة المشاعر والحب وحاجات مكبوتة، حرمان عاطفي أو جوع عاطفي أنا بسميه كده. الحرمان العاطفي. أيوة. يعني أنا متهيألي 80% من الستات المتجوزين أيوة. عندهم حرمان عاطفي، و90% منهم عايشين بس عشان الولاد، بس عشان ملهاش مأوى تاني، ملهاش أهل، عشان ملهاش حد، مفيش البنك، حد يصرف عليا. بالظبط. ده من المشاكل الواقعية اللي احنا ده حقيقي. احنا في بداية العلاقة بنبقى عاملين كده. ايوه، بعد كده هو في مكان وانا في مكان، وبعد يعني كده بيظهروا على طبيعتهم. ماليه نسبة الطلاق عندنا كل 4 دقايق 3 دقايق في حالة طلاق، احنا اعلى نسبة للأسف. وده دورنا احنا كإرشادين أسريين ان احنا نقلل النسبة دي. كمدربة أنوثة بنقلل ده، ان احنا ما نتجوزش بأسباب تافهة. طب احنا اتجوزنا، يعني هنقول اثنين عشان البنات تزعل. انا دلوقتي خلاص اتجوزت وعندي حرمان عاطفي ومش قادره، انا في الاخر بعاقب زوجي. يعني هو في الاول ما بيقوليش كلام حلو، فانا بطلت اقول له كلام حلو. ما بيجيبليش هدايا، فانا ما بجيبلوش هدايا. دي النديه بالظبط. كل ما بيعمل حاجه ما بيسالش عليا، مش هسال عليه. فبيبتدي الحرب بقى، هي داخله في نفس جواها، جوه قلبها الحرب وجوه عقلها، وهو مش عارف ان هو عايش مع انسانه بتحاربه ومش بتحارب نفسها. هي بتحارب نفسها. بتحارب نفسها. ممنوع منعا باتا تفتكري ان انت لما تتخلي عن انوثتك انك هتبقي قويه. لان قوتك في انوثتك، في ضعفك اللي هو رقتك، مش الضعف والاستكانه وتاخد على دماغها بقى وانواع الانثى اللي هنبقى نتكلم عنها. لا، مش ده. قوتي مش في النديه، قوتي لما ابقى ارق، لما ابقى اهدى، لما ابقى بالعاطفه. الست اتخلقت للعاطفه مش للوصايا. مش رحت فين وجيت منين وتتحكم فيه. هو مش هيتحكم فيا، الوصايا بتاعته شهامه، الغيره بتاعته شهامه. المفروض احنا مش بنتكلم ككلام مثالي. فلما المعادله دي بتختل، كل حاجه في حياتنا بتختل. كوني على طبيعتك، كوني انثى، قوتك في ضعفك ورقتك واستكانتك. ليه لا نخضع بالقول؟ وليه الكلام اللي احنا بنسمعه دينيا؟ عشان انت المؤثره، انت المؤثره على الراجل. انت اللي من حقك لو تقدم لك 1,000,000 واحد انت ترفضيه.
انت مش عايزاه. تمام؟ فهي المؤثره بانوثتها وطاقتها. يعني انت بتعلمي الستات ما تبقيش بقى الست المجاهده، الست القويه اللي مش عارفه، وفي نفس الوقت ما تبقيش الناعمه المكسوره. يعني انوثه راقيه. انا قوتي في انوثتي، في حيائي، في خجلي. هتلاقي هاله البنت دي، انا شبهتها شويه هاله البنت الهاديه، هاله بيضاء، هاله البنت المرحه، هاله بينك كده. هالتك انت بتتحكمي فيها. لما بتدخلي اي مكان، هاله انوثتك طول ما هي كامله اللي حواليا هيتشدوا ليا، هبقى كاريزما وحضور. وفي نفس الوقت مش هيقدر يتطاول عليا ولا يعاكسني، حتى لو انا لابسه وعامله كل الشياكه اللي في الدنيا ما يقدرش يتطاول عليا.